شجع رونالدو فرونالدو خرج من اليورو، ولو انت بتتفرج على الفيديو ده علشان بنزيما فبنزيما كمان خرج من اليورو. ثلاث منتخبات كبيرة، مجموعة الموت، المجموعة الستة، خرجت الثلاث منتخبات من دور الستاشر، فرنسا، ألمانيا، البرتغال. المنتخب الإنجليزي أقصى المنتخب الألماني بهدفين نظيفين علشان يفوز على المنتخب الألماني لأول مرة من 55 سنة على ملعب ويمبلي، لما وقتها توج المنتخب الإنجليزي بكأس العالم. المنتخب الإنجليزي نجح للمباراة الرابعة عليه على التوالي أنه يحافظ على شباكه نظيفة كأقوى خط دفاع في البطولة. ساوثجيت سأر لنفسه بعد 25 سنة لما أطاح بمنتخب الإنجليزي من قبل نهائي بطولة اليورو 96 أمام الحارس الألماني كوبكا في ضربات الترجيح. وقتها كان كوبكا حارس المرمى في المنتخب الألماني، ودلوقتي هو مدرب الحراس في المنتخب الألماني. ساوثجيت أخيرا بيسأر بعد 25 سنة وبيقود إنجلترا لتخطي المنتخب الألماني والصعود لدور الثمانية. اللي بيزود كمان من حالة التفاؤل في معسكر المنتخب الإنجليزي إن إنجلترا في حالة إن هي كملت مباراة نصف النهائي ومباراة النهائي هتقام على أرضها على ملعب ويمبلي. الجنب بتاع منتخب إنجلترا اللي بتلعب فيه حتى الطريق للمباراة النهائية أسهل شوية من الجنب الثاني. المنتخب الإنجليزي هيقابل المنتخب الأوكراني، وفي حالة الفوز هيقابل الفايز من مواجهة التشيك والدنمارك. ده عكس الجبهة الثانية أو الناحية الثانية. الناحية الثانية المنتخب الإيطالي هيقابل المنتخب البلجيكي، والفايز منهم هيقابل الفايز من أسبانيا وسويسرا. الفرق الكبيرة دي هتخبط في بعض، واللي هيروح لمباراة نهائية ربما لو منتخب إنجلترا واصل المسيرة وكمل لمباراة نهائية ممكن تكون فرصته أقوى في التتويج باللقب الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه. هل انجلترا قادرة على التتويج ببطولة اليورو؟ معانا زميلنا محمد علام هيقول لنا رأيه في منتخب انجلترا. هل يا علام منتخب انجلترا قادر على التتويج ببطولة اليورو؟ بالتأكيد منتخب انجلترا واحد من المنتخبات القوية في اليورو، عنده أكتر من لاعب متميز على رأسهم ستيرلينج هداف المنتخب الانجليزي في اليورو حتى يوم 3 أهداف، هاري كين هداف في الدوري الانجليزي مع توتنهام وسجل في مباراة ألمانيا. كمان هنقول ان منتخب انجلترا عنده بدائل كثيره زي راشفورد وجريليش لاعب استون فيلا اللي نزل ساهم في الهدف الاول امام المانيا وصنع الهدف الثاني، اضافه ان هو عنده افضليه في هيلعب سيمي فاينل في حاله تجاوز اوكرانيا سيمي فاينل، وفي حاله وصول الفاينل هيلعب الماتشين على ملعبه في ويمبلي وسط جمهوره، فدي تديله افضليه للفوز باليورو. شكرا علام. علام دعم وجهة نظرنا ان المنتخب الانجليزي قادر فعلا على التتويج ببطولة اليورو للمرة الاولى في تاريخه. المنتخب الانجليزي هيقابل المنتخب الاوكراني بكاتشيفتشينكو، احد افضل لاعبي العالم، افضل لاعب في العالم سنة 2004، وحاليا هو المدير الفني للمنتخب الاوكراني، اسطورة لاعب واسطورة مدرب. بعد ما الكل تنبأ المنتخب السويدي ممكن يتجاوز المنتخب الاوكراني بحكم ان هو تصدر مجموعته امام المنتخب الاسباني، ولكن المنتخب الاوكراني حقق الفوز والمفاجأة على المنتخب السويدي في الدقيقة كام بقى؟ في الدقيقة 121، الدقيقة الأخيرة قبل إطلاق صفارة النهائي وخلاص رحيل ضربات الترجيح، المنتخب الأوكراني استطاع أنه يفوز. المنتخب الأوكراني بقى هو صعد إزاي لدور الستاشر؟ المنتخب الأوكراني حل تالت في مجموعته، وكاد أنه هو يودع دور المجموعات لولا فوز السويد على المنتخب البولندي في الجولة الأخيرة في المجموعات. يعني لو منتخب بولندا كان فاز على منتخب السويد كان أوكرانيا هتبقى أوت، ولكن السويد أطاحب بمنتخب البولندي وكسبت عليه 3-2 علشان تعطي بطاقة الصعود لدور الستاشر كأفضل تالت للمنتخب الأوكراني. السويد خدت بإيد أوكرانيا لدور الستاشر، فأوكرانيا أطاحت بالمنتخب السويدي من دور الستاشر وتأهلت لمواجهة المنتخب الإنجليزي في دور الثمانية. المواجهة الثانية اللي هتكون ما بين المنتخب الدنماركي ومنتخب التشيكي. المنتخب التشيكي بيستطيع الفوز على المنتخب الهولندي. التشيك بتحاول مرة تانية بقيادة باتريك شيك ان هي تعيد امجاد بطولة يورو 96 لما صعدوا للفاينال وخسروا امام المانيا، وكمان امجاد برضو نفس الجيل، جيل نيدفيد سنة 2004، بس خسروا وقتها في مباراة قبل النهائية امام المنتخب اليوناني اللي توج باللقب سنة 2004. منتخب التشيك استطاع ان هو يفوز بهدفين امام هولندا، الهدف الثاني كان لباتريك شيك اللي رفع رصيده التهديفي في البطولة لاربع اهداف، بيجي خلف رونالدو اللي سجل خمس اهداف، ولكن باتريك شيك عنده افضلية لانه لسه هيخوض مباراة دور الثمانية، وفي حالة ان هو تخطى كمان الدنمارك وسجل اهداف عنده كمان افضليه انه يسجل في مباراه قبل النهائيه، وبالتالي باتريك شيك منافس قوي جدا على لقب هداف البطوله، واحد من افضل لاعبي بطوله يورو 2020. المنتخب الدنماركي اتى متاخرا بعد الازمه اللي حصلت بتاع اريكسن، ولكن روح اريكسن دفعت اللاعبين بعد عودته للحياه مره ثانيه. المنتخب الدنماركي نجح ان هو يتجاوز المنتخب الويلزي 4-0. المنتخب الدنماركي تالق جدا في المباراه دي وعاد من بعيد علشان يواجه المنتخب التشيكي بيحاول يعيد امجاد المنتخب الدنماركي في يورو 92 اللي توجوا بيها، وهي البطولة الوحيدة
في تاريخ الدنمارك. على الجنب الثاني المنتخب الايطالي هيواجه المنتخب البلجيكي. ايطاليا بعد ما ادت اداء هايل وكانت من اقوى الفرق في المجموعات قابلت منافس صعب جدا في دور ال16 وهو المنتخب النمساوي. بعد التعادل السلبي في الوقت الاصلي المباراه راحت لوقت اضافي، ولكن كييزا افتتح التسجيل وقاد المنتخب الايطالي بعد كده انه يسجل الهدف الثاني. المنتخب النمساوي عاد متاخرا وسجل هدف، ولكن كان خلاص الوقت انتهى وتاهل المنتخب الايطالي على حساب المنتخب النمساوي لدور الثمانيه. الجنب الثاني مواجهه برضه كانت صعبه على المنتخب البلجيكي. بهدف نظيف لسورجن هازارد تجاوز المنتخب البلجيكي منتخب البرتغال واطاح بزملاء كريستيانو رونالدو، اوقفوا كل الارقام القياسيه اللي سجلها كريستيانو رونالدو، وقفت امام بلجيكا وتجاوز المنتخب البلجيكي نظير البرتغال عشان نتفرج على مباراه قمه، مباراه هتكون من امتع مباريات البطوله، مباراه بلجيكا امام المنتخب الايطالي. مباراه ثانيه كمان في الجنب ده هتكون ما بين منتخب اسبانيا وسويسرا. اسبانيا نجحت في الفوز امام المنتخب الكرواتي بنتيجه كام؟ 5-3، تاني اكبر نتيجه في تاريخ اليورو 5-3. النتيجه الاكبر كانت فوز يوغوسلافيا امام فرنسا سنه 1960 في مباراه قبل النهائيه وانتهت بنتيجه 5-4. من وقتها ما شفناش نتيجه كبيره زي نتيجه 5-3 اللي انتهت بيها مباراه اسبانيا وكرواتيا. اسبانيا تقدمت 3-1، كرواتيا عادت في الدقيقه الاخيره وسجلت هدفين، ولكن نجح ارزيو بال وموراتا في تسجيل هدفين في الوقت الاضافي علشان يقودوا الماتادور الاسباني لمباراه دور الثمانيه علشان يواجهوا المنتخب السويسري. المنتخب السويسري اللي اطاح بالمنتخب الفرنسي بطل العالم، الكل توقع ان هو طريقه هيبقى سهل بعد ما تصدر مجموعه الموت، هيقابل سويسرا ربما تكون الامور اسهل شويه ويكمل مسيرته نحو المباراه النهائيه ويحقق ثنائيه كاس العالم والبطوله الاوروبيه بطوله اليورو، ولكن كل حاجه توقفت امام المنتخب السويسري. تقدم المنتخب السويسري بهدف وكاد ان هو يسجل الهدف الثاني، ولكن لوريس تالق وحافظ على شباكه نظيفه. كل توقع ان خلاص فرنسا هتتجاوز المنتخب السويسري وهتقدر تعود، وده فعلا اللي حصل عن طريق كريم بنزيما اللي سجل هدفين في دقيقتين. الهدف الاول كان شبه جول الخطيب في تونس اللي خدها بالكعب بمهاره رائعه، وبوجبا اضاف الهدف الثالث بتصويبه رائعه من خارج منطقه ال18، واحد من افضل الاهداف في بطوله اليورو. ولكن المنتخب السويسري عاد في الدقائق الاخيره وسجل هدفين ووصلنا لركلات الترجيح. لوريس اللي نجح في التصدي لضربه جزاء في الوقت الاصلي فشل ان هو يتصدى لاي ضربه جزاء من ضربات الترجيح للمنتخب السويسري. المنتخب الفرنسي سجل 4 ركلات ترجيح لغايه ما جت ضربه مبابي. كل توقع ان مبابي هيسجل الضربه، ولكن سومر زميل صلاح السابق في نادي بازل وحارس مونشنجلادباخ الحالي في الدوري الالماني نجح في التصدي لكره مبابي علشان يتالق المنتخب السويسري ويعدي عقبه المنتخب الفرنسي ويكون عنده امال في تحقيق مفاجاه امام المنتخب الاسباني في دور الثمانيه. مواجهتها تكون صعبه ومواجهات ناريه، توقعوها. احنا عندنا في موقع يلا كوره مسابقه على صفحه اليورو تقدر تتوقع الطريق للنهائي وتقدر كمان تتوقع نتائج المباريات وتفوز معانا ببلاي ستيشن 5. ومباريات هتكون يوم الجمعه مباراه بلجيكا امام ايطاليا ومباراه اسبانيا امام سويسرا، ويوم السبت الجبهه الثانيه انجلترا هتقابل المنتخب الاوكراني والمنتخب الدنماركي امام المنتخب التشيكي. كنت معاكم محمد مصطفى، حللنا مع بعض واتكلمنا في مواجهات دور ال16 ببطوله اليورو. هنتقابل ان شاء الله بعد مباريات دور الثمانيه ونشوف توقعاتكم صدقت ولا لا.